سميتك عفاف. سلام عليكم، انا الاخت عائشه سامر، ام 8 ديال الاولاد. داولي 5 للسجن وخلونا انا والصفه في الدار. الله يجزيكم بالخير. كنزور قنيطره الصباح مع 11 النهار، كنزور سلا ولا عاوتاني كنزور سيدي قاسم، وكنزور في عين فادوس، كنزور في بوركايز. واش انا امراه مغربيه كنتعاون تعرف لها العرف هذا كله في الكيران وفي القرصيات، باش غنمشي لعند الناس باش نقرا من الكتبه، باش غنقعد انا مع اللي قالت في الدار، باش غادي نكون انا مع الصحه ديالي هزوني في الحسن. عطاوني الثاني الا ما شربتوش ما كلاش، والا ما تاتي كلها كتقتل هذا ليا. شنو المشكل انا اللي بدو لي هذه قالوا لي هذا الحل؟ هذا دابا ملي نخرجوا اربعه ديال الابناء كيشربوا الفاني العاد كيماتوا، واحد بالتعذيب 3 شهور و 17 يوم هو في التمارة كياكل هكا وكيتعلق، خرج هو من بليبي بالعقل ديالو. واحد كان عنده قوة التعذيب مرض مرض السلب، هو كيشرب معاه شحال من فريدة. أنا مازال عندي الشمبرة ديال الحبس، كان مازال عندي في الدار، ما كان